بعد يوم استثنائي من الأمطار، استمرار تأثير الحالة المناخية النادرة على المملكة خلال الأيام القادمة. من المتوقع بمشيئة الله أنه تستمر تأثير الحالة المناخية اللي عم تمر فيها المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة. فبحسب آخر القراءات الجوية، فإن المؤشرات تشير إلى استمرار تأثير الحالة الماطرة على أجزاء عشوائية من شرق ووسط وجنوب المملكة ليومي الثلاثاء والأربعاء، مع امتداد لفرص الأمطار لأجزاء من شمال غرب المملكة، بحيث تستمر فرص هطول أمطار رعدية على بعض المناطق الداخلية من المنطقة الشرقية وأجزاء عدة من منطقة الرياض إداريا. ولا يستبعد أن تتجدد الأمطار الرعدية على العاصمة الرياض، بالإضافة للمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة ومنطقة الربع الخالي. وتكون الأمطار غزيرة أحيانا وتتسبب بارتفاع منسوب المياه بالطرقات، إضافة إلى أنها تسبق في العديد من الأحيان بنشاط كبير في سرعة الرياح التي قد تتسبب في تشكل عواصف ترابية محلية. ولا يستبعد أن تمتد فرص الأمطار الرعدية لأجزاء متفرقة من حائل والقصيم وشرق منطقة المدينة المنورة على شكل زخات متفاوتة الشدة من الأمطار، تكون مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية ونشاط في الرياح الهابطة. بعض التنبيهات: أولها من السيول المنقولة خاصة بالمناطق الجنوبية الغربية في المملكة، وأيضا نود التنبيه من الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وأيضا تنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وتنبيه لمرضى الأجهزة التنفسية أيضا بسبب الغبار. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم معرفة المزيد من التفاصيل، يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.